هنشوف عرض مبهر ومميز جدا، من حيث بقى الديكورات والتصميمات وحركات كلها مستوحاة من اعشاش ومستعمرات الحشرات بتفاصيلها الدقيقة جدا. حقيقة كل الناس هنا متحمسة جدا. وخلينا نسألكم، حضرتوا قبل كده سيرك ولا لا؟ قبل كده ما حضرتش مرة. حضرت سيرك دي سولاي؟ لا، اول مرة احضره هنا. متوقع تشوف ايه؟ ما اعرفش لسه، هاخد فكرة عليه، بس لسه ما توقعتش حاجة قوي، بس ان شاء الله يعني يبقى حاجة كويسة. عارف ان العرض كله موجود فيه حشرات؟ ما هو عشان واضح من الديكورات بتاعت الاماكن. تفتكر كم كاركتر موجودين في العرض؟ ما اعرفش، مثلا 15 20 17. طب تعرفي يعني ايه سيرك دي سولاي؟ السيرك اللي يعني سولاي مفروض شمس، بس انا سيرك الشمس حاجه. برافو. طب ايه هي الكائن اللي بيحب السكر جدا؟ بيحب ايه؟ سكر. النمله. برافو. طب ايه الكائن اللي يعني اجنحته فيها الوان كتير؟ مثلا الفراشه، باترفلاي. برافو. طب لو هتختاري حد يعني كائن من الحشرات يبقى اصحابك، هتختاري ايه؟ باترفلاي. انا برحب بيكي. جايه بقى عشانهم ولا عشانك؟ لا، عشاني. انا بشوفه بقالي كتير قوي سيرك دي سولاي، يعني عارفاه كويس. حضرتيه قبل كده؟ لا ما حضرتش، بس شفته في التي في وفي اليوتيوب وفي كل حته. يعني حسب ايه من وجود سيرك عالمي على ارض مصر؟ كنت مستنيه من زمان اليوم ده، واقول اشمعنى الخليج والسعوديه واحنا لا، فحاجه حلوه قوي انه جه مصر. متوقعه تشوفي ايه؟ يعني ابهار طبعا، والميوزك بحبها قوي، والاكروبات طبعا. انا بشكرك جدا واسيبكم بقى تستمتعوا بالعرض. شكرا جزيلا. خلينا نروح دلوقتي لشيرين ونشوف معاها لقاء.